الاتحاد المصري لكرة القدم قدم شكوى للاتحاد الإفريقي بسبب تحديده لمباراة نهائي بطولة إفريقيا في المغرب. ليه؟ قالوا يا جماعة هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وبيظلم الأهلي في مواجهة أمام نادي الوداد. طيب احنا معانا على التليفون نحاول نفهم الناقد الرياضي صديقنا العزيز المحترم استاذ محمد عراقي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا يوسف، واهلا بكل متابعينك، ودايما منور الشاشه. بنورك والله. قول لي بقى ايه حكايه انه هذا يخل بمبدا تكافؤ الفرص؟ يعني عايزين نفهم الحكايه دي شويه. هو بس يعني هو الموضوع ليه كذا شق، فخلينا بس نتكلم في الاول على الحقيقه اللي قدام اي حد، ان دايما الاتحاد الافريقي يعني في مجامله صارخه دايما للمغاربه والتوانسه على حساب مصر، ده واضح في اكثر من مناسبه، وواضح كمان الاتحاد الافريقي كمان يعني بيغفل حاجات كتير من حقوق مصر، وده اللي حصل في قصه السنغال، وتغافل واضح للمشاكل الكبيره اللي واجهها منتخب مصر في السنغال. مش هنتكلم طبعا عن الليزر والقاء الزجاجات على اللعيبه والارهاب الكبير اللي حصل للعيبه في الفندق، يعني مش عارف واحد في الطوبه على العربيه، يعني حاجه مش لطيفه يعني. كبيره كان لازم يتم النظر ليها، ولكن الاتحاد الافريقي تغافل كل ده. ففكره برضو اللي بيحصل دلوقتي يا يوسف في قصه النادي الاهلي هي برضو استمرار زي ما بيقولوا كده يعني تمييز التوانسه والمغاربه او الاتحاد المغربي، خلينا بس يعني في دقه في الكلام، الاتحاد المغربي والاتحاد التونسي، ده بيحصل بشكل دائم في الاتحاد الافريقي. ده فكره ده طبعا ازاي ده تم او ايه اللي حصل. اللي حصل ان برضو في حاجه برضو عايز اكلمك فيها هتبقى مفاجاه كبيره جدا، ان ده حصل ليه؟ لان اللي قدم هم اتنين بس، كانت المغرب هي اللي قدمت، هي والسنغال. المغرب والسنغال هم اللي قدموا على استضافه المباراه النهائيه، والكلام ده من بدري جدا 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 يعني الكلام ده تقريبا من يوم 19 فبراير اللي فات. اللي حصل وده اللي بالنسبه لي مريب ولازم احنا نتكلم فيه، يمكن الناس راحه في اتجاهات ثانيه خالص، ولكن احنا لازم نروح لحته ثانيه مهمه جدا. النهارده كان اللي مقدم زي ما قلنا المغرب والسنغال. ليه السنغال تسحب يعني بعد ما هي قدمت بمحض ارادتها ان هي طلبت ان هي تستضيف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا؟ ليه السنغال بعد ما تم التاكد من وصول الوداد المغربي للمباراه النهائيه، تمام، السنغال تسحب طلبها باستضافه نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، مع العلم ان السنغال كانت اقرب من المغرب لاستضافه النهائي، وكان هيبقى ليها يعني زي ما بيقولوا اولويه، لان كان السنغال ما لهاش طرف في النهائي. يعني لو الاهلي والوداد اللي صعدوا المباراه النهائيه، فبالتالي السنغال هيكون ملعب محايد. مع العلم كمان حاجة تانية نضيفها، ان ملعب السنغال ملعب كويس جدا وملعب حلو جدا، ملعب اللي احنا خسرنا فيه في السنغال، ملعب هايل وملعب جديد وفيه كل الاشتراطات سواء الامنية او التنظيمية بحيث ان هي تستضيف مباراة زي كده. مع العلم كمان ان السنغال كانت اعلنت قبل تأكد وصول الوداد او اقتراب الوداد المغربي من المباراة النهائية، اكدت ان هي لو استضافت المباراة النهائية هتستضيفها بافضل شكل وهتبهر العالم، ده وفقا للتقارير السنغالية. ليه بعد ما تم او اقترب الوداد المغربي، طبعا زي ما كلنا شفنا فاز على بيترو اتلتيكو في مباراه الذهاب 3-1، فبالتالي خلاص هو يعني وضع قدما في المباراه النهائيه، ليه السنغال تسحب ملف التنظيم؟ ده سؤال لازم كلنا نقف عنده. يعني واضح ان طبعا ساوزي لاكجا طبعا في الاتحاد الافريقي طبعا المغربي، وطبعا فاطمه ساموره برضه نائب رئيس الاتحاد الافريقي، يعني العلاقات قويه جدا ومؤثرين بشكل كبير في الكاف، وفي علاقات قويه ان هو طب خلاص ممكن انتوا تتنازلوا واحنا طبعا بنسهل لكم حاجات تانية كتير وبتاع. فالسنغال فعلا يعني سحبت، يعني انت رؤيتك انه ده كان انسحاب متعمد، فتم اسناده للمغرب. انت رايك يا محمد انه ده انسحاب متعمد؟ طبعا انا 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 بقول لحضرتك على حاجه يا يوسف، 1+1=2، وربنا عارفه بالعقل. انا النهارده مش بطلب حاجه مثلا فيها اشتراطات او حاجه، انا بمحض ارادتي بعت طلب، رغم ان انا ما عنديش ولا نادي في البطوله. السنغال ما عندهاش ولا نادي في البطوله، اذا استضافتها لنهائي دوري ابطال افريقيا بمحض ارادتها، وهم شايفين ان الموضوع ده هيضيف لهم، وشايفين ان الموضوع ده كويس بالنسبه لهم تسويقيا للسنغال، تسويقيا ليهم كحقوق، ايا كان الطلب. انت طلبت وبعت واصريت على الطلب واصريت ان انت يعني تستضيف البطوله دي، ليه بعد ده بقى السؤال اللي انا واقف عنده، ليه بعد ما تم التاكد ان الوداد المغربي او اقتراب الوداد المغربي من الصعود للمباراه النهائيه بشكل كده غريب وبشكل يعني مثير للعلامات الاستفهام، يتم سحب المسؤولين السنغاليين يسحبوا طلب
استضافته المباراه النهائيه، فبالتالي الاتحاد الافريقي ما لقاش قدامه الا الملف المغربي. دي حاجه طبعا انا بفكر معاك فيها، يعني حاجه صراحه غريبه جدا، انا مش شايف ليها اي تفسير غير العلاقات القويه طبعا، سواء لفوزي لقشه طبعا المسؤول المغربي الكبير، وفاطمه سموره المسؤوله السنغاليه الكبيره في الاتحاد الافريقي، وهم طبعا من النواب الكبار في الاتحاد الافريقي لرئيس الاتحاد الافريقي، فبالتالي العلاقات في الاتحاد الافريقي قويه، واحنا للاسف لسه ما عندناش القوه دي في الاتحاد الافريقي، ما عندناش الباور، بنعاني منه على مستوى المنتخبات، بنعاني منه على مستوى الانديه للاسف. يعني احنا محتاجين نظره كبيره للموضوع ده، ومحتاجين ان احنا طب يعني طب سؤال يا محمد، فكره تعاملنا مع الكاف، سؤال بعد اذنك، هل الموضوع ده حل دلوقتي؟ يعني هل في امكانيه او حل او تصرف ما يحول دون ان المباراه تتلعب هناك؟ الو ايوه يا محمد انا معاك، سمعني؟ انا مش سامع السؤال. بقول لك هل في شكل ما من الحلول يخلينا ما نلعبش المباراه هناك؟ بص يا يوسف، كويس قوي ان السؤال ده مهم جدا. خلاص اللي حصل حصل، المغرب هتستضيف البطوله، او القرار باستضافه المغرب ده حصل خلاص. انا عايز اقول لك ان النهارده اول مره اشوف زي ما بيقولوا كده توافق بين كل الجهات، اتحاد الكره المصري برئاسه الاستاذ جمال علام، وزاره الشباب والرياضه طبعا برئاسه الوزير اشرف صبحي، النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، كل الجهات دي طبعا، كل جهات الدوله المعنيه بالقصه دي، تم النهارده ارسال شكوى للاتحاد الافريقي ان ما ينفعش فكره اقامه المباراه في المغرب امر مرفوض بعد اقتراف صعود الوداد المغربي. يعني خلاص كلنا عارفين ان طرفي المباراه النهائيه هم الاهلي والوداد المغربي، يعني مش عايزين نقول 99.9%، الاهلي والوداد المغربي هم طرفين المباراه النهائيه، فبالتالي مش من المنطقي ان المباراه تقام في المغرب. ده ممكن يحصل لو الاعلان عن ملعب المباراه كان تم قبل انطلاق البطوله زي ما بيحصل في اوروبا، اصل هو دايما يتقال لك اصل بطوله دوري ابطال اوروبا بتقام مباراه واحده في ملعب بيتم تحديده من قبل انطلاق البطوله، ده ما حصلش، انت حددت المغرب بعد ما المغرب اقترب، وهو ده زي ما بيقولوا هو اساسا اللي كان قدم السنغال والمغرب. بس طبعا زي ما احنا قلنا المؤامره الغريبه اللي حصلت ديت، او الموقف الغريب اللي حصل من الاتحاد السنغالي لكره القدم، فبالتالي خلاص المغرب لاستضافه البطوله. كل الجهات دي بعتت النهارده، وزاره الشباب والرياضه ارسلت، اتحاد الكوره ارسل طبعا بالتنسيق مع اداره النادي الاهلي، ارسلوا شكوى، والاهلي كمان النهارده يمكن طلع بيان مهم جدا اكدوا فيه ان هم هيلجاوا للمحكمه الرياضيه الدوليه في حاله استمرار الوضع ده. طيب هل ممكن المباراه يرجع تاني للاتحاد الافريقي للنظام القديم اللي هو خلي بالك يا يوسف بن خاجه، الاتحاد الافريقي اعلن في نفس البيان اللي اكد فيه ان المغرب هي اللي هتستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا، ان هو بدايه من السنه الجايه بيدرس جديا يرجع تاني للنظام القديم باقامه المباراه النهائيه من مباراتين. وعادي اللي هو النظام الطبيعي بتاعنا، مباراه تقام مثلا في المغرب ومباراه تقام في مصر، فهم بيفكروا في كده جديا بدايه من الموسم الجديد. في صعوبه جدا طبعا ان هم يقروا او يرجعوا للنظام ده في الموسم ده، يعني اعتقد ان المباراه يعني بنسبه اكبر طبعا هتقام في المغرب، ولكن اداره النادي الاهلي اتحاد الكره المصري بيعملوا جهود كبيره جدا 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 لمحاوله تغيير القرار ده باي شكل من الاشكال، سواء بالعوده لنظام المباراتين، مباراه تقام في مصر ومباراه تقام في المغرب، او نقل المباراه لاي دوله ثانيه عندها استعداد لاستضافه المباراه، ولكن الوضع مش سهل، الموضوع محتاج جهود كبيره جدا، والوقت ضيق، يعني لسه يعني الوقت ضيق جدا جدا على كل المشاكل ديت. ولكن زي ما قلت لك يوسف، المشكله الكبيره جدا ان الكاف يعني في تعنت واضح ضد مصر وضد الانديه المصريه، وفي محاباه لبعض الدول منها طبعا المغرب وتونس. لامتى بقى الكلام ده؟ لامتى؟ يعني انا بس عايز اقول حاجه برضه يا يوسف، يعني كنت اتكلمت مع حضرتك في مداخله قبل كده، الكاف كل ما بيجوا مصر بيقولوا يا جماعه احنا ما بنشوفش تنظيم افضل من عندكم، ما بنشوفش امن افضل من عندكم، ما بنشوفش سلاسه في التعامل افضل من عندكم، مهما تكون المنافسات. خلينا نحط كده مباراه السنغال زي ما بيقولوا مثال، احنا شفنا احنا عملنا ايه مع المنتخب السنغالي، عملنا ايه معاه في مصر، والترحاب الشديد اللي لقوه، والتعامل ازاي كان ايه، وقاعدين في فنادق عامله ايه، وملاعبهم بتاعت التدريب عامله ايه، وشفنا نحط في المقارنه كده اللي حصل معانا في السنغال. هل الاتحاد الافريقي مش عارف كده؟ لا عارف، عارف ان احنا افضل دوله بننظم، افضل دوله بنعامل اخواتنا الافارقه، كل ده بيحصل مننا، ولكن ده بيواجه مش عارف بقى بنوع من عدم التقدير، يعني لو خليني اصف احط الوصف يعني مهذب شويه، عدم التقدير، في عدم تقدير بشكل كبير جدا جدا من الاتحاد الافريقي. محتاجين نراجع المسؤولين، محتاجين نتكلم معاه
معاهم، ان ده صعب جدا ان ده يحصل، صعب جدا ان ده يتكرر تاني. واعتقد ان احنا لازم يكون زي ما حصل النهارده رده فعل قويه جدا من اتحاد الكوره وقويه جدا من اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، واتحاد الكوره طبعا برئاسه الاستاذ جمال علام، وحتى وزاره الشباب والرياضه. اعتقد لازم يكون في وقفه، ووقفه قويه. اليومين الجايين هيبان يا يوسف ايه الوضع، وهل ممكن في تغيير في قرار الاتحاد الافريقي، وان كان طبعا احنا يعني متفقين ان الموضوع صعب صعب وصعب جدا. طب انا سؤالي الاخير برضو اعذرني فيه، ان انا راجل ما اقدرش اقول لك عندي اطلاع واسع بمساله التصعيد في هذه الامور. هل من الوارد انه يحصل تصعيد، ما مش بس على الواقعه دي، في مساله غبن الحقوق من قبل الاتحاد الافريقي للاتحاد المصري طول الوقت، هل من الوارد انه يتم التصعيد امام الاتحاد الدولي كمان؟ ده حصل يعني، ده الاهلي اتكلم فيه بشكل رسمي النهارده، ان في امكانيه كبيره جدا للجوء للمحكمه الرياضيه الدوليه. ده حصل اوريدي النهارده، وحصل من الاتحاد المصري لكره القدم اللي خاطب بدوره الاتحاد الدولي برضو، وخاطب الاتحاد الافريقي، ان يعني برضو ده لا يجوز وما ينفعش، ولازم يكون في يعني زي ما بيقولوا نظام. يعني احنا للاسف الاتحاد الافريقي لا يعترف بالنظام او لا يتعامل بالنظام. الموضوع في العالم كله احنا بنشوف دلوقتي مسابقات في اوروبا النظام عامل ازاي والشكل عامل ازاي. وفي صحيح. حاجه برضه ثانيه يا زيوس مهمه جدا، الاتحاد الافريقي لازم يعرف حاجه، مش كل حاجه في اوروبا تقدر تطبقها في افريقيا. طبعا. يعني انا النهارده انت خدت قرار ان انت تعمل المباراه، تلعب المباراه النهائيه من مباراه واحده لمجرد ان الموضوع في اوروبا كده. طيب هل انت النهارده المسافات بين الدول في اوروبا زي المسافات بين الدول في افريقيا؟ لا طبعا، الناس بتتحرك في اوروبا بالقطر. انت النهارده لما تروح النهارده تسافر 16 ساعه عشان تلعب مباراه شبه كده. طب وغير كده كمان، هل انت النهارده عندك كل الملاعب مستعده لاستضافه المباريات؟ يعني انت النهارده كل افريقيا دي، كل افريقيا ما فيهاش الا ملعب المغرب هو اللي يستضيف البطوله. موضوع صعب، والموضوع صعب جدا بصراحه. الاتحاد الافريقي محتاج يعني اعاده هيكله كبيره، محتاج شغل كتير جدا، ومحتاج مننا وقفه، ووقفه مهمه، واعتقد ده اللي بيحصل الفتره دي. اعتقد ذلك. انا بشكرك جدا جدا جدا، كل الشكر لنقدنا الرياضي محمد عراقي. الف 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 شكر يا محمد.